عكس كذا. من أي درجة هذا؟ لا رابعة، وهذا رابعة صح. فبصير شو بصير معي؟ x ناقص y بالأس إيش؟ أد بالأس أربعة بس خالص. يساوي 12 معناه x ناقص اثنين. بالضبط. شو كنت عم تسأليني يارا؟ x ناقص 5 مثل هداد. لانه ما لازم نهل، لانه لازم تقول هون x ناقص 5 شو ضيق شوي. اول شيء هذا مختلف عن هذا بنتي، اذا بتلاحظوا بالقوانين اللي قبلها ما كان في هدول اللي انت عم تحكي عنهم. ارجعي له، شو كانت الامثال دائما؟ كلها واحد صح؟ هون الامثال هون الوضع مختلف، هذا اصلا هذا مختلف.